كل العمل محمد يعقوب هو اللي قدم ديال طنجة. هو خدم المدينة مزيان بحال اللي قلت لك، إذا هذا جديد يعمل بحال خدم بركة عليه، راه مزيان. لاقاش طنجة ما كانت شايدة في الأول، طرقان واسعين وديك شي واسع والخدمة، والسيد كيقابل بيدو السبت كيكون كيدور في الشوانط، واحد آخر ما كيعمل شي حاجة، واحد آخر كيقيل في المحل ديالو، والناس هما اللي كيعملوا ما بغاو. هذا لا كاين بنادم كيكرهو كيقول هذا كيتكرفص على الناس ولا هذا ما كيتكرفش على الناس، صحيح هو اللي كيبقى في الميدان. السيد اليعقوبي بكل صراحة كان السيد نموذجا في هاد المناطق ديال الشمال، رغم العراقيل والمشاكل اللي وجد في هاد المدينة العزيزة، لكنه بالجهد ديالو والناس اللي كانوا جنود معاه اللي كانوا في الخفاء بصراحة شرف بهذه المدينة وشرف المدينة الشمال على الصعيد الوطني. نتمنى له التوفيق ونتمنى الخلف إن شاء الله يجي ويكمل على هذه المسيرة اللي بدأ السيد الولي. السيد الولي جيد إن شاء الله، كنتمنى له الاستمرارية للعمل اللي قام به السيد الولي السابق مشكور، يواكب وأن يزيد بالمدينة إلى الأمام. ونتمنى من المسؤولين ديال مدينة طنجة يد واحدة لا تصفق، مسؤولين كالمجلس البلدي المجلس الجهوي مثلا، يواكب العمل اللي قام به السيد الوالي السابق. أنه استطاع أنه يواكب المشاريع الكبرى اللي أعلن عليها صاحب الجلالة في العشر سنوات الأخيرة، وبالتالي فإن التقييم ديالي أنا بالنسبة لي فأنا ضروري أن الوالي يعقوبي كان جد مهم، لا بالنسبة على المستوى، لا بالنسبة للقدرة ديالو في المواكبة لجميع المشاريع، والحرص ديالو الدائم، الحرص ديالو الدائم على تنفيذ على إنزال هذه المشاريع إلى حيز الوجود. وهذا اللي خلانا أننا نشكر السيد الوالي اليعقوبي، وعلى ما عندنا حتى شي فكرة عليه، حيتاش لحد الساعة ما عرفناش النبدة ديالو، ما عرفناش التوجهات ديالو، واش غيستمر في نفس الخطوات ديال الوالي اليعقوبي، وان اولا تكون عنده التزامات اخرى، واما وخصوصا بانه عندنا واحد الفكره مسبقه بان طنجه ماشي اي واحد كيشدها، الا اذا كان شي واحد في المستوى، يعني في المستوى وكيكون عنده يعني ارتسامات واطلالات مهمه. داك السيد اللي كنعرفوا عليه خدم بنية تحتيه بعد المناطق، وبعض المناطق تخلى عليهم نهائيا، بحال دابا الجهاد فوق طنجه الباليه، وهذه هذوك المسخلين هذوك المنسيين يعني. ايوا من طبيعه الحال خدم حتى هو، كلشي كيجي للارض يخدم، بلات الشائعات وصافي تيبقى قول الناس، والاثر تيبقى يفكر عادي يبقى يتسلط لعباد الله، شتي علاش؟ تلقى الله تبارك وتعالى تيقول لك إذا جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. الإنسان يتبين عادي، يعرف هذا قبيح ولا هذا مزيان، الإنسان ما نبقى نحكم على الإنسان، ما نقدرش نحكم على واحد. خدم دينا من ناحية ديال الإنسان. والله خدم، والله خدم من طبيعة الأخر، ما كانش طنجة هكا. طنجة كنا كنجيو لها في 71 و72 وداك الشيء ما كانش هكا. كان الباب فيه حتى الماء ما كاينش عندهم. والله العظيم بعض المرة هنا في الشارع ديال اللي كان لاكارد الماشين هنا في الشارع ديال النخل، والله الماء ما يتعجبروه، اوتيلات والله فيهم الماء.